رح نستعمل دجاج مقطع، صدور الدجاج مخلية مقطعة مكعبات. اوكي. ما رح نتبلها بإشي إلا بملح وفلفل أسود. شوية رشة صغيرة من الفلفل الأسود، شوية ملح، وبعدين بدنا نقلبهم مع بعض. هلا احنا عندنا طبعا الاكل الاسيوي سهل التحضير، يعني سهل تطبيقه، يعني ما في صعوبه، بمجرد ما كانت المكونات موجوده عندنا بيكون الموضوع سهل علينا، بس انه بنحط مبدئيا الملح والفلفل وبنحرك فيهم عشان يكون كلياتهم عليهم ملح ملح وفلفل. بالضبط. انا هلا خلصت قلبت الدجاج مع الملح والفلفل، راح نضيفه على النشا. تمام. شو نحط النشا؟ ليه لازم نحط النشا عليه؟ النشا بيعطيه يعني تغليفه، بتقرش وهيك زاكي كتير، بتعطيه كمان طعم زاكي. هلا البيض في عنا بنحط عشان بس شوي للزنخه شويه خل مع البيض. اوكي. وبنخفقه. وبرضه عنا البيض، راح هلا ننزل قطع الدجاج عليه، نغلفهم ونقليهم على طول. اوكي تمام. بقدر انا اساعدك بإشي؟ يعني اذا بتحبي، بس خلص هلا بلاش توسخي حالك باشياء ثانيه هلا الا ما اخليك تساعديني عشان ما يقولوا اجت على المطبخ ما عملت إشي، ما اطلع معدله. اوكي بنغلفهم، معناته بعد النشا بنحطهم مع البيض. بنحطهم بالبيض. تمام. هلا احنا انا عامله جاهز، بس بدنا نعمل هيك شوي عشان نورجي المشاهدين كيف. تمام. بنكون بهاي الحاله احنا عم نسخن بالزيت، الزيت سخن. أوكي. بننزل فيه الدجاج. طبعا احنا بدنا نكون ما يكونش عليه، يعني نتكه من النشا قد ما بنقدر. أوكي. بس يكون مغلف فيه، ما في عندنا شيء زياده. ونحطهم نقلبهم مع البيض. راح احط عصير الاناناس. هلا احنا طبعا جايبين علبه اناناس ليلك، مقطعينها هيك مكعبات. اوكي. والباقي العصير تبعها بناخذ حوالي نص كوب منه ونحطه في الصوص تبعتنا. اذا استخدمنا اناناس فريش واحنا قسمناها، شو نجيب؟ اناناس فريش؟ يعني تجيبي عصير اناناس. عصير اناناس بدك تجيبي. أوكي. عصير اناناس. تمام. اوكي. هلا بنحط الصويا صوص كمان معاه. وبدنا نضيف السكر البني. اوكي. تقريبا احنا عم نحط نص كوب من السكر البني. راح نضيف الثوم المبشور المطحون المهروس. وراح نضيف كمان الزنجبيل المبشور. هلا انا راح احط هون بودره مرقه الدجاج، راح احط معها تقريبا ثلث كوب من المي. هلا بضيف المي. انا كنت عم بسمع صوت، فانا عم استغربت ايش بالاخر طلع من الكتل تبع المي. اوكي. قد ايه تقريبا المي بنحط؟ ثلث كوب من المي، يعني هو احنا بدنا ثلث كوب مرقه الدجاج. اذا استعملنا البودره مع المي هيك بهاي الطريقه. هلا راح اضيف كمان شوي للي بحب من الصوص الحار. اوكي. ونتركهم هذه المكونات تغلي على النار لحد ما تتسبك. هلا انا راح اضيف الخضار، حطينا فلفل ملون. اوكي. بننزلهم على نفس الجاج. بننزلهم على الجاج بنفس المقله، احنا مش الهدف انه ينطبخوا معنا، الهدف بس يتدبلوا شوي معنا. اوكي. اوكي. وراح احط كمان معاها البصل الاخضر شوي. تمام. راح اضيف الصوص على الدجاج. ممكن كمان اذا كنا بطنجرة واحدة، بس احنا عشان بدنا نورجي الخطوات كلها، ممكن بالطنجرة واحدة احنا قليين الدجاج حاطينه على جنب. اوكي. نعمل الصوص بالطنجرة الثانية وننزل عليه الدجاج برضه بهاي الطريقة، وهيك بنكون اكلتنا خلصت. راح اضيف طبعا السمسم. واخر اشي راح نضيف شوي، بس تغلي معنا اكثر مع الدجاج. راح نضيف الاناناس. يعني احنا ما بنطبخه، بنحطه هيك بس بالاخر يعني شوي. ايوه. بس تمام. حتى الخضره كلها اجمالا معهم عم تتدبل تدبيل، يعني أوكي. مش عم تيجي يعني كطبخ طبخ. اوكي. بس هيك شوي يدبل. 4 صدور من الدجاج مخليه ومقطعه مكعبات، كمان بحاجه لنص حبه فلفل ملونه اخضر واحمر.
2 معلقة صغيرة من الملح، معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، وكوب من النشا. رح نحتاج كمان ل2 بيض مخفوق، ورح نحتاج لنص ملعقة صغيرة من الخل، 1/3 كوب من زيت القلي، وبصل أخضر مقطع، كوب من الأناناس المقطع، كاجو أو سمسم محمص. رح نحتاج للصوص 1/2 كوب من عصير الأناناس، 1/3 كوب مرق الدجاج. رح نحتاج أيضاً لملعقتين صلصة حارة، 1/2 كوب سكر بني، وواحدة حبة ثوم مهروس. وبحاجة كمان ل1/3 كوب من الصويا الصوص. صويا صوص. رح نحتاج كمان لملعقة صغيرة من الثوم المهروس، وملعقة طعام زنجبيل مبشور.